وي ار كلينيشنز مستنيين تسمعوا مني ان انا هفنت العيان. لا حضرتك، انا حاطك في السيناريو، انت نبطشيه عيد، العيان ديستريس، رحت للمريض عملت اسسمنت للديستريس، العيان بتاعك محتاج انترفينشن. رقم واحد، مش هيبقى الميكانيكال فنتيليشن الا لو محقق الانديكيشنز اللي لسه قايلينها من شويه، بس ممكن يبقى عندي فرصه ان انا اتعامل معاه نون انفيزيف عن طريق ان انا اوفر له اكسجين ثيرابي. هقولها بسرعه ونخش على الفنتيليشن. الاكسجين ثيرابي احنا نورمالي الروم اير بتاعتنا فيها 21% اكسجين. طيب يعني ايه بقى اكسجين ثيرابي؟ معناها ان انا بدي اكسجين على كونسنتريشن او بريشر جريتر ذان الروم اير اللي هو 21%. الجول بتاعي ان انا ابريفنت السيمبتومز اوف هايبوكسيك. يعني دلوقتي انا عندي مشكله خلت العيان هايبوكسيك، لو انا سبته هايبوكسيك البرين هيروح مني، فلازم اوفر كام الهايبوكسيا لحد ما تريت الكوز. كويس كده؟ فالاكسجين بيخليني اكسب وقت عشان امنع ان يحصل انذر اورجان ديسفانكشن. تمام. طيب بنجري دماغنا نحط اكسجين ونفكر في الاكسجين اللي هنديه بمقدار قد ايه، اللي هو احنا بنسميه fraction of inspired oxygen. انا بسميه failure in oxygenation. ليه failure of oxygenation؟ اوعى تفتكر ان ده حل، انت بتشتري وقت، ده مش حل. ان انا ادي FI طول اعلى للعيان ده مش حل. امال انت بتعمل ايه؟ بكسب وقت. انا النهارده جاي اوضح مفاهيم شويه مختله في دماغنا، فاحنا بنكسب وقت. يبقى هي اف اي 2 بس، وانا بدي اف اي 2 اعلى انا عارف ان انا جاست بكسب وقت. يبقى هي فيلير ان اوكسجينيشن بالنسبه لي لو ده الحل الوحيد اللي عندي. يعني انا لو حلي الوحيد وقدراتي ان انا ادي اف اي 2 بس، يبقى حضرتك انا فيلد، يبقى انا فيلير ان اوكسجينيشن. فلما تقول لي انا حطيته على اف اي 2 عالي، انت بتقول لي انا فيلد ان تريتنج ذا هايبوكسيا اوف ذا بيشن. طيب كل عيان في الدنيا بيبقى ليه الاكسجين تارجت بتاعه، مش كل الناس زي بعض. الاكسجين تارجت ده انا بحدده اول ما اشوف العيان او اول ما يخش لي الرعايه. في معظم العيانين بنبقى عايزين من 94 ل 98%. في نسبه من العيانين اللي هم بيبقوا عايشين حياتهم كلها عندهم هايبر كابنيك ريسبيراتوري فيلير، لا بنبقى عايزين من 88 ل 92، لان هو ده المين ستيمولانت للريسبيراتوري درايف بتاعته، مش عايزين اعلى من كده. فلما اجي اظبط الاكسجين فلو بتاعي لازم ابقى عارف التارجت بتاعي انا عايز اوصل لكام. اول ما العيان بتاعي يبتدي يبقى ستابلايزد وانا ببروفايد المانجمنت، وانا ببروفايد المانجمنت الاكسجين شاغل بالي، انا عايز اتخلص منه. فوانت بتمانج ما تنساش وتسيب العيان على اف اي 2 اعلى من اللي هو محتاجه، هو بيتحسن، فاكيد الاف اي 2 اللي هو محتاجه هيبتدي يقل. فوانت بتمانج بعد اذنك ابتدي قلل الاف اي 2.